بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فانتهينا إلى تفسير سورة الكوثر، وهي السورة الثامنة بعد المئة. واسم السورة الكوثر، وأيضا تسمى سورة النحر، يعني لقوله تعالى فصلي لربك وانحر. وعدد آياتها ثلاث آيات بلا خلاف، وليس في القرآن كما أخرج البيهقي عن ابن شبرمة سورة آيها أقل من ذلك، بل صرحوا بأنها أقصر سورة في القرآن الكريم. قوله يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قوله تعالى إنا أعطيناك، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، الكوثر. والكوثر مفعول به ثان، هو نهر في الجنة، وهو حوضه ترد عليه أمته، أو الكوثر فوعل من الخير الكثير، والخير الكثير من النبوة والقرآن والشفاعة ونحوها. وقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى هنا هو نهر في الجنة، روى ذلك الشيخان وغيرهما واللفظ لمسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاء ثم رفع رأسه مبتسما، قلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال لقد أنزلت علي آنفا، يعني هذه الساعة، سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إلى آخر السورة. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء، عدد النجوم في السماء، فيختلع أي يجذب ويبعد العبد منهم، فأقول رب إنه من أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وقيل في تفسير الكوثر أقوال أخرى أوصلها بعضهم إلى 15 قولا، ولكن الصحيح منها هو ما جاء في صحاح الأحاديث، فليس بعد بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيان. والحقيقة الأقرب يعني هو القول بأنه لا تعارض بين القولين المشهورين، وهو أن الكوثر هو النهر أو الكوثر هو الخير الكثير، فيتحصل أن الله أعطاه الخير الكثير الذي منه نهر الكوثر، فأعطيناك الكوثر القول بالعموم، الخير الكثير سواء القرآن الكريم أو الحكمة أو والنبوة والدين الحق والهدى وما فيه سعادة الدارين. روى ابن جرير عن أبي بشر قال سألت سعيد بن جبير عن الكوثر فقال هو الخير الكثير الذي آتاه الله إياه، فقلت لسعيد إنا كنا نسمع أنه نهر في الجنة، فقال هو من الخير الذي أعطاه الله إياه. فصل لربك وانحر، أي فاجعل صلاتك لربك وحده، وانحر ذبيحتك
مما هو نسك لك لله وحده، فإنه هو مربيك ومسبغ نعمه عليك دون سواه، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن شانئك هو الأبتر، قال ابن جرير: أي إن مبغضك يا محمد وعدوك هو الأبتر، يعني الأقل الأذل المنقطع دابره الذي لا عقب له. روى ابن إسحاق عن يزيد بن رومان قال: كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له، فإذا هلك انقطع ذكره، فأنزل الله هذه السورة. وعن عطاء قال: نزلت في أبي لهب، وذلك حين مات ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب أبو لهب إلى المشركين فقال: بوتر محمد الليلة، فأنزل الله في ذلك السورة. وقال شمر بن عطية: نزلت في عقبة بن أبي معيط، قال ابن كثير: والآية تعم جميع من اتصف بذلك ممن ذكر وغيره. وقد كان المستهزئون من قريش كما ذكرنا كالعاص بن وائل وعقبة بن أبي معيط وأبي لهب وأمثالهم، إذا رأوا أبناء النبي صلى الله عليه وسلم يموتون أي الذكور يقولون: بوتر محمد، أي لم يبق له ذكر في أولاده من بعده، ويعدون ذلك عيبا يلمزونه به وينفرون به الناس من أتباعه. وكانوا إذا رأوا ضعف المسلمين وفقرهم وقلتهم يستخفون بهم ويهونون أمرهم ويعدون ذلك مغمزا في الدين، ويأخذون القلة والضعف دليلا على أن الدين ليس بحق، ولو كان حقا لنشأ مع الغنى والقوة شأن السفهاء مع الحق في كل زمان أو مكان غلب فيه الجهل. وكان المنافقون إذا رأوا ما فيه المؤمنون من الشدة والبأساء يمنون أنفسهم بغلبة إخوانهم القدماء من الجاحدين، وينتظرون السوء بالمسلمين لقلة عددهم وخلو أيديهم من المال. وكان الضعفاء من حديث العهد بالإسلام من المؤمنين تمر بنفوسهم خواطر السوء عندما تشتد عليهم حلقات الضيق، فأراد الله سبحانه أن يمحص من نفوس هؤلاء ويبكت الآخرين، فأكد الخير أو الخبر لنبيه أن ما يخيله النظر القصير قليلا هو الكثير البالغ الغاية في الكثرة، ليؤكد له الوعد بأنه هو الفائز، وأن متبعه هو الظافر، وأن عدوه هو الخائب الأبتر الذي يمحى ذكره ويعفى أثره. وبسبب ما روي في سبب نزول هذه السورة الكريمة ذهب إمام اللغة ابن جني إلى تأويل الكوثر بالذرية الكثيرة، إن أعطيناك الكوثر يعني إن أعطيناك الذرية الكثيرة، وهو معنى بديع فيه مناسبة لسبب النزول. يقول ابن جني في شرح ديوان المتنبي وهو يمدح طاهر بن الحسين العلوي: وأبهر آيات التهامي أنه أبوك وأجدى ما لكم إن مناقبي، في جملة ما أملاه علي أبو الفضل العروضي أن قريشا وأعداء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إن محمدا أبتر لا عقب له، فإذا مات استرحنا منه، فأنزل الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، أي العدد الكثير، ولست بالأبتر الذي قالوه. ومراده بالعدد الكثير الذرية، وهم أولاد فاطمة رضي الله تعالى عنها. فإن قيل الإنسان بالأبناء والآباء والأمهات يكون كثيرا بالإيه؟ بالأبناء والآباء والأمهات، قلنا هذا خلاف حكم الله تعالى، فإن الله تعالى قال: ومن ذريته داود وسليمان إلى قوله ويحيى وعيسى، فجعل عيسى من أولاد إبراهيم ومن ذريته، ولا خلاف في أنه لم يكن لعيسى أب،
ومع ذلك قال الله تعالى ومن ذريته، يعني من ذرية إبراهيم عليه السلام. إذن يعني هذا هو معنى أو هذا هو وجه من قال إن أعطيناك الكوثر أي ذرية الكثيرة. ومعلوم يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي، وهذا مشاهد البركة في ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي حفظ الله من خلال فاطمة رضي الله تعالى عنها وذريتها. يقول الزمخشري والمعنى أعطيت ما لا غاية لكثرته، خير الذي لا ينتهي من كثرته، أعطيت ما لا غاية لكثرته من خير الدارين الذي لم يعطه أحد غيرك، ومعطي ذلك كله أنا إله العالمين، فاجتمعت لك الغبطتان السنيتان، إصابة أشرف عطاء وأوفره من أكرم معط وأعظم منعم، فاعبد ربك الذي أعزك بإعطائه وشرفك وصانك من منن الخلق، فإن الذي أعطاك هو الله، فلا منة لأحد من الخلق عليك. مراغما لقومك الذين يعبدون غير الله، وانحر لوجهه وباسمه إذا نحرت، مخالفا لهم في النحر للأوثان. إن من أبغضك من قومك لمخالفتك إياهم هو الأبتر لا أنت، لأن كل من يولد إلى يوم القيامة من المؤمنين فهم أولادك وأعقابك، وذكرك مرفوع على المنابر والمنائر صلى الله عليه وسلم، وعلى لسان كل عالم وذاكر إلى آخر الدهر، يبدأ بذكر الله ويثني بذكرك، ولك في الآخرة ما لا يدخل تحت الوصف، فمثلك لا يقال له أبتر، وإنما الأبتر هو شانئك المنسي في الدنيا والآخرة، وإن ذكر ذكر باللعن، وإن ذكر شانئك ذكر باللعن. يعني كما ذكرنا أن الكوثر سمي كوثرا لكثرة الواردة والشاربة من أمته صلى الله عليه وآله وسلم، ولما فيه من الخير الكثير والماء الكثير. فكما ذكرنا هناك أقوال كثيرة كما أشرنا، أشهر الأقوال أنه نهر في الجنة، كما في الحديث الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج. فسمي حوض النبي صلى الله عليه وسلم كوثرا لهذا. من الأقوال أيضا كما أشرنا إن الكوثر هنا أولاده ذريته صلى الله عليه وسلم، لأن السورة نزلت ردا على من عابه، وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم هم والحمد لله تعالى كثيرون قد ملأوا البسيطة. وفي الحديث كل نسب أو سبب منقطع إلا نسبي وسببي. قيل إن الكوثر هم علماء أمته لأنهم كأنبياء بني إسرائيل، قيل هو القرآن وفضائل القرآن لا تحصى، قيل هو تيسير القرآن وتخفيف الشرائع، قيل التوحيد والنبوة والعلم والحكمة، وقيل الكوثر هو فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثيرة المتصف بها، وأيضا المقام المحمود. لكن أصح القولين الأقوال في هذا هي القول الأول والثاني، إن يعني أو ما يجمع بينهم، إن الكوثر هو الخير الكثير والنعم الدنيوية والأخروية من الفضائل والفواضل، ومن هذا الخير الكثير الذي أعطيه صلى الله عليه وسلم نهر الكوثر أو حوض الكوثر. إن شانئك هو الأبتر، فإن من عاد من تكفل الله بإعلاء شأنه وتعظيم رتبته فقد عاد الله تبارك وتعالى. وهذه الآية عامة في كل من يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحسب درجة البغض حسب ما يكون حظه من صفة الأبتر.
هذه سنة الله الماضية في أن كل من يبغض رسول الله أو يبغض سنته أو يبغض شريعته لابد أن يخمل ذكره وأن ينقطع الخير منه ومن نسله. يقول الألوسي: ولا يشكل ذلك لمن كان يبغضه صلى الله عليه وسلم قبل الإيمان. يعني ليس كل شانئ يكون أبطر، فإن من كان يبغضه ثم أسلم ليس مقصودا بهذه الآية الكريمة، إنما المراد من بقي على الكفر حتى مات عليه والعياذ بالله. ولا يشكل ذلك بمن كان يبغضه صلى الله عليه وسلم قبل الإيمان من أكابر الصحابة رضي الله عنهم، ثم هداه الله تعالى للإيمان وذاق حلاوته، فكان صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وأعز عليه من روحه، ولم يكن أبتر، وذلك لأن الأبترية معللة بالبغض، إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر فتدور معه. وقد زال في أولئك الأكابر رضي الله تعالى عنهم هذه العلة فزال المعلول. واضح؟ فالحكم البتر هنا متعلق بعلة الإيه؟ الشنآن والبغض، فمن أبغضه فهو الأبتر، أما من أبغضه فيما مضى ثم زال البغض واستبدل محبة كحال عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما قال: ولم يكن أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعدما أسلم قال: لو سئلت أن أصفه لما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأمر. واختار بعضهم في دفع ذلك أي الإشكال حمل اسم الفاعل على الاستمرار، فهم لم يستمروا على البغض، يعني إن شانئك يعني المستمر على الشنآن والبغض، أما من أسلم فلا يدخل في ذلك. والظاهر أنه انقطع نسل كل من كان مبغضا له صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة، وقيل انقطع حقيقة أو حكما، لأن من أسلم من نسل المبغضين انقطع انتفاع أبيه منه بالدعاء ونحوه، لأنه لا عصمة بين مسلم وكافر. يعني حتى لو واحد من المبغضين بقي له نسل عقب ودخل في الإسلام فلن يدعو لأبيه. لماذا؟ لأن أباه كافر، لا يجوز أن يدعو المسلم لأبيه الكافر، فبالتالي انقطع انتفاعه حتى بإيه؟ بابنه. وحمل شانئك على الجنس هو الظاهر، يعني كل من يبغضه، وخصه بعضهم بمن جاء في سبب النزول واحدا أو متعددا. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد ذهب إلى تعميم كل من جزئي الجملة، إن شانئك يعني كل من يشنأك هو الأبتر أيضا صيغة يعني عموم. مقصودهم بالأبتر يحتمل وجوها، إما يعني الأبتر الذي ينقطع الخير عنه، إما جميع الخير ينقطع عنه أو خير معين، خير معين. أما الوجوه الذي قيلت في المحتمل المعنى المحتمل من الأبتر، فقيل موت الذكور من أولاده صلى الله عليه وسلم. ماذا انتهى الأمر بماذا؟ انتهى بانقطاع نسل الكفرة. أما نسله الشريف صلى الله عليه وسلم فهو كل يوم يزداد وينمو إلى يوم القيامة. وفي الحديث: كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. أو إن شانئك هو الأبتر أن ينقطع عن المقصود قبل بلوغه، والمقصود خصومه الذين كانوا كذلك وصارت رايات الإسلام عالية. إن شانئك هو الأبتر أي ليس له ناصر ولا معين، وهذا ما حصل لشانئه. أما هو فإن الله تعالى قال في حقه: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. أما الكافرون فقال في شأنهم: وما للظالمين من نصير، فما لهم من ناصرين. نلاحظ هنا أيضا من فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه السورة بالذات لما شتم الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلاحظ هنا أنها على غير ما حصل في سور أخرى يقولون كذا قل كذا
قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل كذا. أما هذه السورة فلما تعرض الكفار لشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهنا أجابه الله من غير واسطة، إن أعطيناك الكوثر، لم يقل قل إن أعطيناك الكوثر أو قل إن شانك والأبطر، فزالت الواسطة هنا وأجاب الله عز وجل شتم الكفار من غير واسطة. وهكذا سنة الأحباب مع من يحبون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.